احترام سيدي. اسمك؟ أبو طالب. عم بسألك عن اسمك مو لقبك. نور الدين لانواتي. من أي حي؟ من لانوات. شو شغلك؟ تاجر سجاد. وهيك متعود تفوت على بيوت الناس يا نور الدين؟ أخذنا العادة من جنابكم يا سيادة الضابط. تعرف تتفلسف؟ هي مو فلسفة. أنتوا دخلتوا بلادنا بدون استئذان. شو كان هدفك بوجودك ببيتي؟ من آخره يا ابن الناس. قول. كنت بدي أخطف جنابك. شو عم تقول؟ مثل ما سمعت. بدك تخطفني؟ جنابك عم تحكي عربي منيح. وأكيد فهمت شو عم بقول. أنت فيك تخطفني؟ حظك حلو فقست. وليش بدك تعمل هالشي؟ بدي فك الحصار عن الأمرية. هيك دفعة واحدة؟ دفعة واحدة. بس أنت قلت لي إنك من القنوات. مظبوط. شو علاقتك بالإمارية؟ لا يا جناب الضابط، الإمارية والأنوات واحد. المحاولة فشلت وما رح تقدر تفك الحصار. هذا أمر الله يا ابن الناس. قلنا لك حظك حلو فقست. بس لازم تعرف كتير منيح، لا أنت ولا ألف واحد مثلك في فك الحصار إلا بشرط واحد. شو هو الشرط؟ تسليم الفاعل أو المجموعة اللي حاولوا يعتدوا على الحاكم العسكري. ولو استلمتوا الفاعل بتفكوا الحصار عن الإمارية؟ طبعا. لكني قدامك. أنت؟ أنا. تعرف شو معنى اعترافك يا أبو طالب؟ إعدام. أكيد بيكون هيك رأية ربك يا ابن الناس. بس كل الدلائل بتقول انه الفاعل من الإمارية. معلوماتكم مغلوطة يا سيادة الضابط. انت كذاب. انا ما بكذب. الدليل؟ شحني قدامك. انت بدك العنب ولا بدك الناطور؟ عم بقول لك شحني قدامك بشحمي ولحمي. انا الفاعل. بس احساسي بيقول انك كذاب. هذا بيكذب يا جناب الضابط مشان يروح على الموت برجليه. أنا ممكن صدقك بس بشرط واحد. شو الشرط؟ شهادة مين ساعدك بالعملية. ما حدا ساعدني. أنا اللي خططت وأنا اللي نفذت وأنا اللي سويت كل شيء. بس المعلومات بتقول إنه في أكثر من واحد كان بالعملية. عمي أنا اللي خططت وأنا اللي نفذت وأنا اللي سويت كل شيء. كنتوا 10 أشخاص. قلت لك أنا كنت لحالي. بتمضي على هالشيء؟ بمضي بس بشرط. شو؟ بتفكوا الحصار عن الإمارية.